توفي عضو مجلس النواب العراقي أحمد الجلبي اليوم في بغداد إثر نوبة قلبية. وأعلن بيان لمجلس النواب العراقي وفاة الجلبي الذي كان يرأس اللجنة المالية بالبرلمان. يذكر أن الجلبي وهو رئيس حزب المؤتمر الوطني العراقي لعب دورا مثيرا للجدل في الفترة التي سبقت الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وفي المرحلة التي تلت الاجتياح مباشرة. أي طرف في السلطة التنفيذية. ينضم إلينا من بغداد مراسلنا طارق ماهر. طارق ماهر، يعني شخصية بوزن الشلبي، كثيرون يعرفون من هو، لكن لمن لا يعرف الشلبي، ماذا فقد العراق بوفاته؟ نعم خالد، الجلبي هو واحد من وجوه المعارضة العراقية، حيث أسس أو تزعم المؤتمر الوطني العراقي، وهي حركة معارضة لنظام الرئيس السابق صدام حسين. عمل خلال السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات حتى سقوط النظام العراقي، ثم تسنم رئاسة مجلس الحكم كشخصية ثالثة، وهو المجلس الذي تم تعيينه من قبل الأمريكيين لإدارة شؤون البلاد بعد الإطاحة بنظام الرئيس العراقي صدام حسين عقب الغزو الأمريكي، ثم تم تعيينه كنائب لرئيس الوزراء العراقي في حكومة إبراهيم الجعفري، وكذلك بقي نائبا في البرلمان العراقي لدورتين أثناء حكومتي المالكي الأولى والثانية، ثم أصبح أو تم تعيينه رئيسا للجنة المالية النيابية في عام 2010، ولحد الآن توفي اليوم جراء نوبة قلبية، وهي النوبة الثالثة التي ألمت به، وانتقل إلى جوار ربه جراء هذه الأزمة التي وصفت بأنها مفاجئة في منزله في مدينة الكاظمية. ويعتبر الجلبي واحدا من صناع القرار الاقتصادي والسياسي في التحالف الوطني، وهو الممثل السياسي للعرب الشيعة في العراق، بالإضافة إلى أنه يعتبر واحد من أبرز خصوم رئيس الوزراء العراقي السابق، وكذلك نائب رئيس الجمهورية المقال نوري المالكي، حيث كانت تجمع الرجلين صداقة تطورت لتصبح خصومة معلنة، وهو ما جعل الجلبي يقف دائما ضد المالكي داخل التحالف الوطني بصفته من أبرز خصومه الشيعة. شكرا لمراسلنا طارق ماهر، كنت معنا من بغداد.